السلام عليكم ورحمة الله، عدنا. ازيكم يا ناس، عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله. ايه رأيكم نعمل قطعة جديدة من طبق الخضار والفاكهة بتاع عنخز؟ ماشي الحال، ماشي الحال. هنعمل ايه بقى النهاردة؟ هنعمل ان شاء الله الطماطماية الأحمرة الحلوة دي. ايه رأيكم نبدأ؟ هنحتاج معانا ايه بقى النهاردة ان شاء الله؟ هنحتاج معانا لونين بس من الوان الديفا. هنحتاج اللون الاحمر، وده للناس اللي بتحب تعرف درجات الالوان، ده درجة 106. وهنحتاج حاجة بسيطة زيتي، دي الدرجة بتاعته 210. هنبدأ إن شاء الله. وقبل ما نبدأ عايزة أقول لكم إن إحنا هنشتغل بإبرة رقم 1 سيليكون. هنبدأ باللون الأحمر طبعا، وزي ما متعودين هنبدأ بدايرة سحرية ونعمل فيها 7 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وهنقفل الدايرة السحرية طبعا. بعد ما قفلنا الدايرة السحرية، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى تزايد على كل الغرز، واللي هينتهي معانا على 14 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، بعد ما خلصنا سطر تزايد على كل الغرز واللي انتهى معانا على 14 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى واحدة حشو وواحدة تزايد، واللي هينتهي معانا ان شاء الله على 21 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، وواحدة حشو. بعد ما خلصنا السطر واحدة حشو وواحدة تزايد واللي انتهى معانا على 21 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 2 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 28 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، وتزايد. بعد ما خلصنا سطر اتنين حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 28 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 3 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 35 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، واحد، اتنين، تلاتة. بعد ما خلصنا السطر تلاتة حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 35 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 4 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 42 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وتزايد. بعد ما خلصنا السطر أربعة حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 42 غرزة حشو، السطر الجديد معانا إن شاء الله هيبقى 5 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 49 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. بعد ما خلصنا سطر خمسة حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 49 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 6 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 56 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد،
واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. بعد ما خلصنا سطر 6 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 56 غرزة حشو، آخر سطر تزايد معانا النهاردة إن شاء الله في الطماطماية بتاعتنا هيبقى 7 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا إن شاء الله على 56 غرزة، على 63 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، 7. بعد ما خلصنا سطر 7 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 63 غرزة حشو، اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله 10 سطور ثابتين على 63 غرزة حشو، هروح اعمل ال10 سطور الثابتين ورا الكاميرا وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. بعد ما خلصنا ال10 سطور الثابتين الحمد لله اللي انتهت معانا على 63 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 7 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 56 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص، بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، 7. بعد ما خلصنا سطر 7 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 56 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 6 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا ان شاء الله على 49 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، 6 وتناقص. بعد ما خلصنا السطر 6 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 49 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 5 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 42 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. بعد ما خلصنا سطر 5 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 42 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 4 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا ان شاء الله على 35 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 4 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 35 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 3 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 28 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص، واحد، اتنين، تلاتة.
بعد ما خلصنا سطر 3 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 28 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 2 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 21 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 2 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 21 غرزة حشو، وبدأنا نحشي كده ونظبط معانا الحشو كويس. ونخلي بالنا يا جماعة، أهم حاجة في الشغل تظبيط الشغل، يعني الحشو يبقى نظيف كده هو، ونحاول نظبطه على قد ما نقدر، ما تبقاش القطعة بعد ما نقفلها كده هو تبقى ايه، مبعجرة مش مستوية. حاولوا على قد ما تقدروا تخلوها مستوية. ماشي ماشي. السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى 1 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 14 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص. ونخلي بالنا عشان بعد ما حشينا هيبقى صعب شوية، ونحاول ان احنا ما نشدش معانا الفايبر واحنا شغالين. 1 حشو. بعد ما خلصنا سطر 1 حشو و1 تناقص، واللي انتهى معانا على 14 غرزة حشو، اخر سطر معانا ان شاء الله هيبقى تناقص على كل الغرز، واللي هينتهي معانا ان شاء الله ب7 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص. بعد ما خلصنا سطر تناقص على كل الغرز، واللي انتهى معانا على 7 غرزة حشو، ان شاء الله اللي هنعمله معانا بعد كده ان احنا هنقص حتة طويلة شوية من الخيط، ونيجي نلضم الخيط في ابرة التناقص. وبعدين هنيجي بعد كده نروح واخدين بإبرة التنظيف الحلقات الأمامية بس من السبع غرز، ونلف عليهم كلهم، ناخدهم السبع معانا. وبعدين نيجي نروح شادين الخيط معانا كده، بصوا عشان نقفلها. وبعدين نيجي نروح منضفين بقية الخيط، هنضف بقية الخيط واقصه، واجي اقول لكم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. بعد ما قصيت طرف الخيط وبقت معانا الطماطمايه بالشكل ده كده، هنيجي نعمل ايه بقى، هنسيبها هنا اهوت كده شويه، ونجيب الخيط الزيتي. وبعدين هنيجي نجيب الخيط الزيتي ونعمل دايره سحريه، ونعمل فيها 5 غرزه حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5، ونقفل الدايرة السحرية. وبعدين هنيجي نقفل الدايرة بغرزة منزلقة، ونرتفع 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6، ونعمل 1 ارتفاع، وبعدين ننزل نعمل على 6 غرزة سلسلة 6 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6،
ونيجي نعمل في الغرزة اللي بعدها منزلقة، ونرجع تاني نرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وواحدة ارتفاع، وننزل نعمل على الستة غرزة سلسلة 6 غرزة حشو، واحدة 2 3 4 5 6، وهنكرر الكلام دوت لحد ما يبقى معانا هنا 5 فروع. هعمل ال5 فروع واجي اقول لكم هنعمل. خلصنا ال5 فروع وبقت معانا بالشكل ده، هنيجي نقص حتة طويلة شوية من الخيط، نلضمها في إبرة التنظيف، ونيجي نجيب الطماطماية بتاعتنا كده، ونيجي نبدأ تثبيت الزر. هنخش من نص الطماطماية من فوق ونخرج من تحت، ونحاول نضغط معانا الطماطماية شوية صغنططة كده. هنيجي نعمل عقدة من هنا كده ونطلع تاني، خش من النص ونخرج برضو من فوق من النص. بعد ما ضغطنا الطماطماية شوية كده هوت، هنيجي نحاول نثبت الزر من فوق بغرزتين كده، وبعدين نبدأ نخرج من الجنب عشان نثبت الأطراف. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد أول طرف معانا كده، وندخل فيه تاني بغرزة، ونطلع من الناحية التانية عشان نثبت اللي بعد منه. وهكذا لحد ما نثبت ال5 اطراف بتوع الوردة بتاعت الطماطماية. هخلصهم واجي اوريها لكم شكلها النهائي هيبقى ايه. بعد ما خلصنا تركيب الزر بتاع الطماطماية وبقت معانا بالشكل ده كده، اقدر اقول لكم انها تمت بحمد الله، وصحتين وهنا على قلبكم. لو عايزين تاكلوها كده، او ممكن نخليها مع البصلايه وبقية الخضار اللي احنا عملناه، لحد اما نعمل لها خيارايه وفلفله، ونعمل منها احلى طبق سلطه ان شاء الله. تمت بحمد الله، واشوفكم ان شاء الله في قطعه جديده من قطع عنخس امون. اسيبكم في رعايه الله، وكان معكم امون عنخس امون من اول امبابه، والسلام عليكم ورحمه الله.